أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، تحية لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في ساعتنا الثانية من صباحات طيبة اللي فيها فقرة متنوعة، ويمكن لأول مرة في صباحات طيبة تكون الفقرة الثانية هي فقرة حوارية لكن فيها نوع من النكهة، فيها صلاة على الحبيب المصطفى، فيها مجموعة من القيم الجميلة جدا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي بنحاول نغرسها في أطفالنا وبنسترح بها قليلا لما نكون محتاج نسمع لروحانيات من خلال بعض الأناشيد والمدائح النبوية. احنا في خلال المساحه القادمه والفقره الحواريه الثانيه حنستمع لانشاد ديني وتهذيب النفس من خلال الانشاد والكلمات، وكثير من الناس يعني بيطربوا جدا بانهم يعني يسمعوا للانشاد الديني، وممكن المدايح النبويه الشريفه برضو فيها كثير من المعاني الإسلامية الجميلة والسمحة. بنسعد جدا بوجودك معنا أستاذ أحمد الفضل أحمد منشد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أختي في الله هايلين هاشم وأمل معاز، مرحبا بكم في هذا الصباح الطيب، ونحن نبدأ صباحنا بالصلاة على الحبيب صلوات ربه وسلامه عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا أبا الزهراء، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أستاذ أحمد، 25 سنة في مجال الإنشاد الديني، يعني هو فترة زمنية مقدرة جدا فيها مجموعة من الأناشيد اللي أنت حفظتها، فأنا عايزك تحكي لي عن تجربتك، يعني هل هي كلها مثلا أنت بتسمعها وبتكون مؤدي فقط، ولا كان عندك إسهاماتك وعندك تجاربك في الكتاب وفي مجال تلحين الأناشيد الدينية؟ نعم، أنا طبعا الموهبة أساسا بدت منذ الصغر. أنا الوقت ذاك كنت في كورس لرابطة جامعة النيلين، وأنا من هنا بحييهم كل الأساتذة الأجلاء درسونا. كان عندنا حصة صباح ثقافية بنستعرض فيها المواهب من إنشاد وأعمال وطنية، فمن هنا شهق الإحساس زي ما بيقولوا. لقيت نفسك في في المجال باحتكاكي مع ناس شنبات، والوقت ذاك شنبات كانت يعني تؤج بالمواهب، امثال صلاح يوسف انا بحيي من هنا، وطه سليمان الذي يعني زلزل اركان معسكر فتاش انا بحيي من هنا برضه، بالله اكبر يا هدي السلام عليكم يا طه، ونخبه من الشباب الطيب يعني. جميل، ومنها انطلقت. كان عندك برضو يعني يمكن المجموعات اللي ظهرت واللي كانت بتنشد أناشيد دينية برضو كان عندك فيها حضور وبصمة رائعة. نعم. الفرق اللي انت كنت موجود فيها من خلال الإنشاد الديني وإضافة لك كانت شو؟ أنا والله كنت طبعا بديت، أنا طبعا ما شاء الله يعني كوكتيل كده من المواهب، مسرحي وشعر وقرآن ومديح وكله يعني الحمد لله حمد الله حمدا كثيرا. والموهبة بدت من بدري، دائما الموهبة لما تبدأ من السنية يعني من عمر 12 10 سنين بتصل مرحلة كده بتنضج يعني انت ما شاء الله يعني. وبديت وشاركت في مهرجانات كثيرة جدا في الدورة المدرسية، مثلت كان مدرسة الصبابي في الأميرية واحد، منافسة كانت طارية شديد، وبعد ذلك انتقلت لبحر الحكومية، مثلت بحر الحكومية في دورة مدرسية برضو كان في مجموعة من المواهب أمثال محمد عبد العزيز شبكة وأنا بحيي من هنا، وبعد ذلك انتقلت للجامعة. بعد كده الموهبة زي حصل فيها ركود مع الجامعة والقراية وكده، لكن يعني ما يزال مدح المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في قلبي يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نحن وسادة المشاهدين تشوقنا لأنه نسمع واحدة من الأناشيد في هذا الصباح، فحتسمعنا شنو أستاذ أحمد؟ أول حستهل هذا المشوار بأنشودة، هذه دعائم دعوة غصية إن شاء الله تنال إعجاب المشاهدين، ودي تحية لكل الوطن العربي معمولة باللغة العربية إن شاء الله تنال إعجابهم إن شاء الله. تفضل. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هذه دعائم دعوة قدسية قدسية كتب الخلود لها مدى الأزمان،
كتب الخلود لها مدى الأزمان. هذه دعيم دعوة قدسية قدسية. كتب الخلود لها مدى الأزمان. كتب الخلود لها مدى الأزمان. الله غايتنا وهل من غاية. الله غايتنا وهل من غاية. أسمى وأغلى من رضا الرحمن. أسمى وأغلى من رضا الرحمن. هذه دعيم دعوة قدسية قدسية. كتب الخلود لها مدى الأزمان. كتب الخلود لها مدى الأزمان. وسبيل دعوتنا الرسول وما لنا غير الرسول محمد من تاني. غير الرسول محمد من تاني. هذه دعيم دعوة قدسية قدسية. كتب الخلود لها مدى الأزمان. كتب الخلود لها مدى الأزمان. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستاذ أحمد ده بيقودني طوالي لأنه يعني الكتابة كتابة الكلمات دي وحتى يعني طريقة التلحين من وين بتستوحى؟ هل أنت براك ولا في ناس في شعراء هم بيدوك الكلمات بعد كده أنتوا بتتشاركوا فيها؟ والله التحية للشعراء الكتب الكلام ده منهم سيد قطب وكمية من الشعراء أنا بحييهم من هنا. أنا طبعا يعني بحفظ عندي الملكة بتاعت الحفظ أحمد الله كثير. يعني أنا ممكن أكون في رياكشن حصل له 15 سنة فأصحابي بيستغربوا فيني ودعاني كده ولا بيستغربوا في شنو دي حكمة الحق عز وجل يعني في خلقه. فحسي أنا كنت مع واحد وأنا جاي راكب في العربية مالك البدوي وأنا بحيي من هنا. كنا بنتكلم عن ذكريات الطفولة. كنا بنستعرض نحن قرينا سوا الشعبية شمال وقرأ معي هو لحد سنة ثالثة. فاستغرب فيني قلت له ما استغرب يعني دي اساسا ولا كانوا مديني لها الحق عز وجل اني اتذكر يعني ادق التفاصيل. فدي ساعدتني كثير جدا في الحفظ وفي التلقي وفي الحاجات دي. يعني انا عايز اسالك استاذ احمد يعني الانشاد الديني وعلاقته بتهذيب النفس وتغيير سلوك الشباب يعني باعتبار انه هي كلمات لطيفه كلمات بيكون لها واقع الروح الخاص على الانسان لما يستمع لها. والله طبعا أنا جاي هنا طبعاً يعني جاي على الاستديو يعني من طلعت من بيتي أنا خارج في سبيل الله. ما جاي عشان أوري مثلاً إن أنا يعني أستعرض موهبتي ولا كده لكن جاي عندي رسالة محددة جاي أقدمها للشباب من سن 15 ل 30 سنة محتاجين شوية لإنعاش الروح يعني في المجال ده في مجال ذكر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حب المدايح والإنشاد والأشياء زي دي يعني جانبين جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وجانب الأم برضو الأم رسالة والأم حاجة مقدسة أنا حقدم لكم برضو عمل ليها إن شاء الله ينال إعجاب الجميع يعني. طيب قدم لنا برضو عمل يعني شعري أنت قلت إنه برضو بتحفظ شعر وبتكتب شعر وشاعر وكلام بالشكل هذا كله قدم لنا برضو قالب مختلف يعني عندي عمل حقيقة عمل جميل جدا. العمل ده أنا استطرقني فيه وأنا في جدة في بادي في مناسك العمرة معي الوالدة رحمة الله عليها رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته مع الصديقين ومع الشهداء. استحضرني عمل كده في راديو لفتح الرحمن الجعلي الكلام ده له 25-23 سنة. حقيقة كنت تحريص جدا طبعا ما بحفظ اي حاجة الا تكون حاجة تطرق الوجدان كده يعني. العمل ده فتح الرحمن الجعلي بيحكي فيه مدى المعاناة اللي ايام حرب الجنوب اللي بتعيشها قوات الشعب المسلح الباسلة من وحل ومطر وفقد للاصحاب والاحباب. طبعا السلام ده ما قساي السلام ده جاء بعد معاناة كبيرة جدا بعد تضحيات من دكاترة وأساتذة في الجامعات و
القصيدة رسالة للناس اللي هنا في الخرطوم في الشمال يعني. طيب تفضل. بيقول فيها: يلفي مقرن النيلين تراكم إلتو في فرحة، وجالسين في ضفاف النيل، وآخر فرفشة وضحكات وقعدات لأواخر الليل، وما قاسيتو يوم الويل ولا في لحظة اتمنيتو نجم الهجعة يبقى قليل. نحن هناك في الغابات زرفنا الغالي في كل ميل، دفعنا دماءنا للإسلام وعشان العز شلنا الشيل. نحن هناك في الغابات درب الآخرة شفنا عديل، شفنا الموت مكشر نابو للخونة وباسم لرجال الليل. وما عانيتوا يا حبان وما عايشتوا لحظة تفقد الأخوان، أخوك معاك يتونس وانت معاه تتونس، وبين يديه تنسى الكان، تنسى في الدروب وكران، وتنسى في الكمين مجروح، وتنسى في السرير مطروح، تعيش لحظات تذوق الحب وتعرف قيمة الإنسان. وفجأة تولع النيران وتلقى أخوك مستشهد، وكل العشت يصبح كان، ومرات تقسم اللقمة انت وهو، وقبل ما تغسل الإيدين تسمع صوت انفصال جايك تقول دي الراجمة ده التدوين، تعرفوا الموت عليكم جه ومن الموت تقبل وين. وما بين دقة الدانة قول بين ثانية أو اثنين تشوف الفارس المغوار مسافر بالعديل والزين، تشوف الفارس المغوار مسافر بالعديل والزين، وحنظل ديما نندهليك سلام يا مقرن النيلين، سلام يا مقرن النيلين، وحنظل ديما منتظرين وما عاملين حساب لسنين، وحنظل ديما منتظرين وما عاملين حساب لسنين، وحنظل ديما منتظرين وما عاملين حساب لسنين. تحيرك أستاذ أحمد. هو بيتنوع الإنشاد ما بين الوطني والإنشاد الديني، والإنشاد اللي ممكن يكون فيه رسالة موجهة للأطفال، والإنشاد اللي ممكن يكون فيه قيمة تربوية، ودي اللي احنا بنشوفها في المدارس بمختلف مراحلها. طبعا في مرحلة الأساس ممكن يكون بالأخص. بتلقى نفسك وين أحمد الفضل مع أي نوع من أنواع الأناشيد انت بتلقى نفسك فيه؟ أنا والله بلقى نفسي أكثر حاجة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. حسي أنا كان عندي يعني الفكرة إن ما أحضر في الثقافة الإسلامية، وأحضر في أشياء دقيقة جدا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله حتكون دي المشروع الجاي إن شاء الله. وأمي كانت تحب المصطفى حب شديد، وكانت تبكي في يوم عرفة، ويعني عشان كده أنا حريص كل الحرص على السير في هذا المجال يعني مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه، وإرسال القيم الجميلة للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من القيم اللي بتكون موجودة يعني من خلال الكلمات ومن خلال الإنشاد، شنو المواضيع اللي تم علاجها من خلال يعني أنت بتنشد إنشاد ديني؟ أكيد في قضايا دين عندها علاقة بالدين، على الأقل الأم واحدة من القضايا المهمة اللي أنت قلت كتبتوا فيها. شنو القضايا اللي قدرتوا توصلوها من خلال الإنشاد الديني؟ هو الحقيقة القضية بتاعت إنه حسي أي زول تطرق له حديث للرسول صلى الله عليه وسلم تلقى بيلغو يتكلم، قول يا صلى الله اللهم صلي وسلم وبارك، أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي معقولة؟ قول صلى الله عليه وسلم ويستمع، لأنه ده المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه تضحيات رهيبة جدا قدمها في أنه نحن عشان نكون بشر أصحاب قيم مفروض طوالي صلى الله عليه وسلم. دي القضية الأولى اللي هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. الشيء الثاني بالنسبة لقضية الأم، المعالجة بتاعت الكام متخوف منها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترد الأمة ربتها، يعني موضوع الأم ده أنا حريص جدا على أنه أطلبه اليوم في الحلقة دي، لأنه في عقوق أنا شايف كثير جدا من البنات في 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 الصغار في المجال ده وما عندهم ثقافة إنه الأم دي حاجة قدسية وحاجة مقدسة وكده يعني. فإن شاء الله ردنا نقدم حاجة تفيد الناس يعني.
تمام. طوال الفترة اللي أنت بديت فيها يعني هي فترة مقدرة جدا، هل أعمالك كيف سجلتها؟ يعني لو الناس اللي الآن بتتابعنا وحابة مثلا تستمع لك، هل موجودة على اليوتيوب؟ هل عن صفحتك الخاصة ولا هي في كاسيتات؟ والله يعني تسجيلات نزلت، سجلتها في النيل الأزرق، سجلتها في الشروق، ان شاء الله تكون نزلت في اليوتيوب، في السوشيال ميديا. ان شاء الله. طب احنا على مشارف الختام، رساله اخيره ممكن توجهها لكل الناس اللي ممكن يكون هم عندهم علاقه بالانشاد او حتى الحابين انهم يدخلوا، او لو نسمع الام لو في مجال يعني. نعم تسمعوا ان شاء الله. امنية العشاق يا رسول الله، صلاه وسلام وقبل منتهى الاشواق يا رسول الله. منية العشاق يا رسول الله، صلى وسلام وقبل منتهى الأشواق يا رسول الله. منية العشاق يا رسول الله، صلى وسلام وقبل منتهى الأشواق يا رسول الله. ما الشمس في الإشراق يا رسول الله، أو لاح نجم براق يا رسول الله. ذوقك على الأزواج يا رسول الله، والنور عليكم لاق يا رسول الله. منية العشاق يا رسول الله، صلى وسلام وقبل منتهى الأشواق يا رسول الله. من سوحكم براق يا رسول الله، لي في الفؤاد حراق يا رسول الله. من زمن فراق يا رسول الله، لو نظرة بالرقراق يا رسول الله. منية العشاق يا رسول الله، صلى وسلام وقبل منتهى الأشواق يا رسول الله. الضاق وصالكم ضاق يا رسول الله، هام والغضا غضاق يا رسول الله. محل الكلام نطاق يا رسول الله، محل الكلام نطاق يا رسول الله، لو نظرة بالرقراق يا رسول الله. منية العشاق يا رسول الله، صلى وسلام وقبل منتهى الأشواق يا رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. شكرا جزيلا لك المنشد الديني أستاذ أحمد الفضل، نشوفك على خير إن شاء الله وبتوفيق لك يا رب. الله يديك العافية. أنا أدي مساحة قصيرة أحيي كل الشيوخ الأجلاء درسوني وعلموني، شيخ جعفر عبد القادر وشيخ اللمين وشيخ الهادي وشيخ أحمد حيدر وشيخ بهجة وجودة وشيخ النور، أحييهم من هنا، صبروا علي كثير وعلموني كثير واستفدت منهم كثير. دي فرصة أنا داري أحييهم، وإن شاء الله ربنا يديكم العافية والصحة ويخليكم لنا إن شاء الله يا أخي. شكرا كثير أستاذ أحمد الفضل أحمد، شكرا لهذه المساحة الروحية.